خوت نوضح لكم واحد النقطة و واحد النقطة بوضوح الشمس. خوت انا راكم عارفين انا خدام غير ليفريزون، يعني الا خدمت كنتخلص، ما خدمتش ما كنتخلصش. انا ديجا كنت بروغرامي، يعني نمشي لطنجة على قبل مهم على قبل شي حوايج، مشيت ومنها جمعنا احنا الدراري ايوب انا وايوب ورضا. انا احنا كنا مبروغرامين اننا نهبطوا ستاج، مي وقع مشكل، وقع لي مشكل. انا ما كنبغيش نشارك معايا، ما كنبغيش نشارك معاكم مشاكلي. اي مشكل كيوقع لي كيبقى مشكل ديالي، ويعني مشكل ديالي ما كنبغيش نشارك معكم مشاكل. انا نشارك معكم فرحتي، قادم معكم فرحان، نبغيكم تكونوا ديما فرحانين ونضحكوا اونسومبل، نشطوا اونسومبل. انا ما كنبغيش نشارك معكم مشاكل بلا ما نحتاج نقول لكم. وهادي خوت عندي الوالده وعندي خويا، خويا دريه ديالي جايه من جايه مسافره باش تجي دوز معنا اخر الايام الاخرين، ما دوزتش مع الوالده. عندي الوالده، عندي دار، عندي خوتي، خصني حتى هما ندوز معاهم رمضان. وديك الساعه من بعد رمضان ان شاء الله نتلاقى، وايام الله طويله. ما بغيتكمش تقلقوا، ما تقلقوا من حتى شي حاجه، ما تقلقوش. انا راه دويت مع شي مقبل، ما تقلقاش من حتى شي حاجه، يعني بلا ما تقولوا لي هادي ما انت ما صدقتيش ماشي راجل. بس أي أنا نعطيكم الحق، يعني عندكم الحق، ما كاين حتى شي، ما قلتوا حتى شي حاجة العيب. أنا غير وضحت لكم، وحتى تابعني خدمة. أنا ما يعني فلوس راه ما كيطيحوش من السماء، وما صراحة يعني أنا ما خدمتش على الفلوس، راه ما عمرهم يجيو. لذا خصني نرجع خدمة، ندوز شوية رمضان مع الدار. الوالدة جاية، والوالدة راكم عارفين رأي كل شيء. و بروك واشركم، وشيماء بحال اختنا، ومن اول ما تلاقينا بها محبسه عندنا كبيره. كي هي كي شوفوا كي اي انسان، انا ما كنمدح لا انسان، ما كنمدح حد فريمون، الا انسان عزيز ليا راه عزيز ليا. وانا ما عندي حتى شي مشكل مع حتى شي حد، كلكم عزازين عليا، كاع اللي كاين في اللايفين عزازين عليا، نتوما عطيتي كلشي بحال بحال، كلشي بحال بحال، يعني راكم عزازين عليا بزاف وتبارك الله عليكم. والصراحه دوزنا ايام زوينه، نص رمضان داز زوين مع اليوم سي بيبي وسي اشرف اللي دوزنا معاه ايام قليله، جا من بعد جا حتى الاواخر. المهم راه غنتلاقاو ان شاء الله باذن الله، ما يكون غير خاطركم. وتحياتي لكم. ورحت خصني نمشي نتسحر، والدة مجدة ليا مقيلة ايه، وغدا تابعنا الخدمة طيط 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 طيط. المهم تبارك الله عليكم، ونخليكم، راكم عزازين عليا بزاف، راكم عزازين علينا بزاف، عزازين علينا بزاف، تبارك الله عليكم. يلا دابا نخليكم.